اليوم 22 دجنبير 2023 عندنا المؤتمر الجهوي ديال الجهه ديال رباط صلاة القنيطره. هذا المؤتمر هذا تيجي في اطار ديال اعاده هيكله الفروع على المستوى الوطني، لان كان من قبل كان عندنا المؤتمر الوطني وكان تغيير الاسم من اسم الجمعيه الوطنيه لاربع مقاهي والمطاعم الى اسم الجامعه الوطنيه لاربع مقاهي والمطاعم المغرب. هذا طبعا غادي فرض علينا كهيئه اننا نغيروا الاسم كذلك الى الجامعه الوطنيه ونعقدوها الجمعات العامه ديال المكاتب الجهويه. كان عندنا خلاص الفرع الجهوي ديال طنجة تطوان، كذلك دوزنا الفرع الجهوي ديال فاس مكناس، اليوم عندنا الفرع الجهوي ديال الرباط صلاة القنيطرة، وان شاء الله في لوديس في شهر واحد ان شاء الله غيكون عندنا المؤتمر الجهوي ديال الدار البيضاء 16 وغيرها من باقي الجهات على المستوى الوطني. ان شاء الله غادي تشمل هذا الهيكله ديال باقي الفروع الجهويه على المستوى الوطني، 12 جهه على المستوى الوطني بما فيهم الاقاليم والجهات الجنوبيه. طبعا هذا المؤتمر الجهوي تيجي في واحد السياق اللي كما تتعرفوا لان كاين واحد الاغلاقات كبيره دابا حاليا، واحد العدد ديال الوحدات القطاع. هذا جاء طبعا لواحد الموجة الغلاء اللي تعرفها البلاد ديالنا، تقريبا واحد كاينه واحد كل المواد الاساسيه ضعفت تقريبا واحد 300-400%. كذلك كاين واحد مجموعه من المراجعات الجبائيه وغيرها من المؤسسات اللي قامت وتوصلوا المهنيين واحد العدد ديال المبالغ، ولا واحد المبالغ خياليه اللي خلات واحد القطاع تيعاني بشكل كبير، وخلات واحد عدد ديال الوحدات ديال القطاع اللي تتغلق المحلات ديالها. وكما تبعتوا معنا كان عندنا اللقاء في المؤتمر الوطني في فاس اللي كنا طلبنا فيه طبعا واحد المسطره وطنيه باش الناس انها تمكنهم باش انهم يسدوا المحلات ديالهم بدون تبعات قانونيه، او واحد النظام ديال الافلاس ديال ممكن ان على الاقل هاد المهنيين يحافظوا على ذلك الاصول التجاريه ديالهم ما تضيعش، لان كاين ازمه حقيقيه دابا تيعيشها القطاع ديال المقاهي والمطاعم، وهذا علاش طلبنا التدخل ديال كل الوزارات المعنيه بهذا القطاع. اليوم خلاص غيكون نقاش كذلك على مستوى الجهه، النقاط اللي كانت محط مشاكل كبيره بيننا وبين مجموعه من المؤسسات بما فيهم الجامعه ديال الرباط اللي رفعت سعر الاستغلال المؤقت للملك العام من 50 درهم الى 525 درهم. كذلك كاين مشاكل في مدينه الهرهوره ما يتعلق بالجبايات، كذلك في القرارات التنظيميه اللي عندهم دابا تما في الهرهوره كاين مشاكل كبيره ديال العشوائي اللي منتشره بشكل كبير في الجهه بكل المدن بما فيهم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطره والرباط وغيرها من المدن اللي داخل الجهه اللي انتشر فيها العشوائي بشكل كبير. هذا الامر هذا اللي خلى عدد كبير ديال الوحدات ديال القطاع انها تنهار، ودابا حاليا هذا الشيء علاش عقدنا هذا المؤتمر هذا من اجل الهيكله وكذلك من اجل ايجاد مخرج لهذه الازمه اللي تعيشها القطاع المقاهي والمطاعم سواء داخل الجهه وسواء كذلك داخل على المستوى الوطني. تجمعنا اليوم في الغرفه اللي كنشكروا السيد رئيس ديالها السي حسن الساخي، كنشكروه لهذا اللقاء اللي كنظموه اولا اللي كنديروا فيه لقاء تواصلي ديال المهنيين مع الضمان الاجتماعي، من بعد هذه الاجراءات الاخرى ديال الاعفاء اللي داروها للمهنيين واللي غادي تحل عدد ديال المشاكل في المدينه، وفي نفس الوقت غادي نكونوا الجهه ديال الرباط صلاة القنيطره للجامعه واللي حاضرين فيها عدد من الاخوان من مختلف مناطق الجهه. ياتي هذا اللقاء ضمن سلسله اللقاءات التواصليه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يتواصل مع الساده المنخرطين بخصوص الاجراء الجديد اللي هو الاعفاء الجزئي من ضرائب التاخير وغرامات التحصيل. هذا الاعفاء تيهم جميع المنخرطين وكيهم الفتره الى غايه 2024. طريقه الاستفاده، نسبه الاستفاده بالاحرى كتوصل حتى 90% بالنسبه للغرامات الناتجه عن التصريح بالاجور، و 50% بالنسبه للدعائر التاخير، وكتوصل حتى 60% بالنسبه للغرامات ديال التاخير. بالنسبه للاليه يعني اليه اوتوماتيكيه، يمكن للساده المنخرطين يتقدموا بالطلب وفق البوابه ضمانكم عبر بوابه ديال التحصيل سلاش ريكوفربون، ومن تما كيمكن لهم يقوموا بهذه الاجراءات بشكل الكتروني. وشكرا جزيلا.